ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة وكيل قناة اليوم أمام محكمة الاستئناف المحامي الحميدي السبيعي. أهلا بك أستاذ. يا أهلا ومرحبا فيكم. نعم أستاذ الحميدي، يعني بداية نود أن نتطرق إلى القضية التي أدت إلى إغلاق قناة اليوم، يعني ما هي ملابسات القضية بشكل عام؟ بداية يعني نهنئكم بإعادة الصدور مرة أخرى والبث، نهنئ الشعب الكويتي على يعني عودة قناة الحرية والعدالة للصدور مرة أخرى. أعتقد أن الحكم جاء يعني تتويجا لجهود كبيرة من داخل القناة ومن إداريين القناة لصدور حكم رائع مثل هذه الأحكام. بالبداية صدر قرار من وزارة الإعلام بسحب ترخيص قناة اليوم بحجة أنهم لم يلتزموا بالشروط الواردة بتعيين مدير إدارة متفرغ، مع أنه القناة كانت منذ تاريخ 30/11/2011 ملتزمة بهذا الأمر، وأخطرت وزارة الإعلام بأن هناك مديرا متفرغا هو السيد سعد العنزي باعتباره هو المدير للقناة. في 1/12 وقع على إقرار بهذا الأمر لدى وزارة الإعلام، وأصبح منذ تاريخ 1/12/2011 هو المدير الرسمي لدى وزارة الإعلام. سكتت وزارة الإعلام سنة كاملة، بعد سنة كاملة جاءت الوزارة وقالت أن السيد أحمد الجبر غير متفرغ، وبالتالي يتم سحب ترخيص القناة أو إلغاء ترخيص القناة، وهذا الأمر غير صحيح. تم رفع قضية من قبل أحد الزملاء على هذا الأمر، تم رفض هذا الطلب ورفض إعادة ترخيص القناة. كلفت في الاستئناف في متابعة القضية في الاستئناف، عندما نظرت لهذه القضية ذهلت، لأنه الأوراق تنطق بصحة إجراءات قناة اليوم وصحة سلامة إجراءاته، وبالتالي لا مبرر لإلغاء الترخيص أو سحبه، ولا مبرر أيضا لصدور مثل ذلك الحكم. كنا مطمئنين غاية في الاطمئنان، كنا مطمئنين بسلامة موقف قناة اليوم. كانت هناك جلسات، يعني أكثر من 3 جلسات أمام محكمة الاستئناف، قدمنا دفوع جديدة، قدمنا رؤية جديدة في دفاعنا القانوني. الحمد لله أخذت به محكمة الاستئناف وعادت الحق إلى أصحابه وعادت الترخيص لقناة اليوم. نعم أستاذ الحميدي، يعني فيما يخص بطلب التعويض، يعني هل هناك نية لدى قناة اليوم ولديكم أيضا لطلب تعويض عن جراء ما حدث؟ أنا أعتقد أن من أول يوم بلغت في كلفت في الاستئناف كان اتفاق مع السيد أحمد الجبر أنه ليس الهدف هو الربح، ما هو الهدف إعادة ترخيص القناة، وليس ولا نهدف من هذه القضية الربح المادي. وبالتالي حضر السيد أحمد الجبر في أمام محكمة الاستئناف ورد على محامي الحكومة وقال إحنا لا نهدف من هذه القضية التعويض والربح المادي، إنما نهدف إلى إعادة الحق لأصحابه. وبالتالي اليوم أيضا أنا كان لي اتصال مع السيد أحمد الجبر، قال أنا ملتزم حاليا بكلامنا أنه إحنا لا نية لدينا لغاية الآن لرفع دعوى تعويض في هذا الامر. احنا الان منصبين في قضيتنا اليوم، الحمد لله جميع الاجراءات قمنا فيها، اخطرنا وزاره الاعلام، فتحنا ملف التنفيذ، اخذنا صيغه تنفيذيه واخطرنا وزاره الاعلام، ولله الحمد تم تكلل هذا الامر باعاده الترخيص واعاده البث مره اخرى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تستمر هذه البث، واتمنى من يعني السيد وزير الاعلام بما انه صدر حكم نهائي باسم صاحب السمو أن يكتفون بهذا الأمر، لأن الآن المحكمة الاستئناف وضعت الحق وبينت الحق، ولا داعي ولا مبرر أصلا لعمل تمييز في هذه القضية. نعم أستاذ الحميدي، يعني ماذا عن استقلالية القضاء الكويتي الذي أعاد الحق لقناة اليوم؟ شوف، ما حد يقدر يقول، يعني القضاء الكويتي يعتبر من أفضل يعني المجالس القضائية في المنطقة وفي الدول العربية، وإن كان هناك بعض الأحكام التي لا تعجبنا أو نعتقد بأنها يعني قد تخالف شوية يعني أحيانا جادة القانون، لكن لا نشك يعني لا نشك لحظة بنزاهة هذا القضاء. لكن قد تكون هناك بعض الأحكام الغير مفهومة، لكن لا نشك بتاتا في نزاهة هذا القضاء. هذا الحكم جاء تتويجا لأحكام سابقة أيضا صدرت من القضاء الكويتي. أعتقد أنه القضاء الكويتي في الاستئناف أنصف قناة اليوم وعاد الحق لأصحابه. نعم وكيل قناة اليوم أمام محكمة الاستئناف المحامي الحميدي السبيعي، شكرا جزيلا لك.